بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس بسبب ضغط الوقت هبدأ اشرح المحاضرة السابعة في الاول. تمام، المحاضرة السابعة في البيل 3 بتتكلم على ال function definitions، ازاي ابعت function ل function تانية، ازاي اعمل function بتاخد function. تمام، فحاجة زي كده انا عايز اعمل ايه؟ sum list. طيب sum list دي بتاخد list وبتستخدم fold l fold list. fold list بتاخد تلات حاجات، بتاخد function وبتاخد القيمة الابتدائية وبتاخد ايه؟ الليست. فان انا بعت لها الفانكشن اللي هي زائد، تمام، حاجة زي كده. وخدنا اكسبريشن كمان، بدأ المحاضرة بعد كده هتتكلم عن اكسبريشن لامدا اكسبريشن. اللامدا اكسبريشن بيتكتب بطريقة معينة، بتفتح قوسين وبتكتب علامة الداش الفلاش، قصدي الفلاش، بعد كده ايه مثلا الفانكشن دي البرامتر بتاعها رقم، فهو ان اهو ان، بعد كده شرطة علامة اكبر من، وبتكتب الديفينيشن بتاع الفانكشن. يعني مثلا الفانكشن اللي مكتوبة دي عبارة عن ان كده، فانكشن بتاخد ان وبترجع ان زائد اتنين. تمام، لا الديفينيشن ده بنكتبه لو احنا مثلا عايزين نعمل اكسبريشن عايزين نبعته لفانكشن معينه، زي مثلا ان انا حاجه زي ايه، لا ثواني، حاجه زي كده. انا عايز اعمل ماب على الليست بالشكل ده، عايز يطلع لي الليست عباره عن مجموعه الرقم الاولاني والتاني من الطب. طيب تعالى نعملها. اولا هعمل function مثلا اسمها test، دي بتاخد كده، هتاخد ايه؟ هتاخد list of tuple. تمام، ده كده ال definition بتاعها list of tuple، والتابل عبارة عن int و int، وهنا هترجع ايه؟ عبارة عنها هترجع list من int. طيب التست قلنا ان هي هتاخد array of tuple، هسميه مثلا excel. تمام، وهنفذ function الماب، قلنا الماب بتاخد ايه؟ بتاخد الفانكشن بتاعتي وبتنفذ الفانكشن دي على الليست اللي هديها لها الناحية التانية. فالفانكشن اللي هديها لها هو فلاش، طبعا هي هتاخد ايه؟ تابل. تمام، التابل ده عبارة عن A و B، بعد كده أكبر من A زائد B، وبتاخد الليست. دي كده الفانكشن، تعال رنها جي اتش. لحظة، سي دي لود تاسك اتش اس. تمام، هي اسمها تيست، فهقول تيست وهديها ليست. اول حاجة طابل واحد واثنين، تمام، والجزء التاني طابل مثلا اربعة وستة، هترجع لي تلاتة عشرة، جامعة الاولاني زائد التاني والتالت زائد الرابع. ده اول مثال عندنا، ادي الماب. وبنفس الطريقة فلتر، فلتر هنا هتاخد اكس وهتجيب المودلس اكس والتلاتة، طبعا بقول ايكوال ايكوال زيرو، معنى كده هترجع ترو فولس. تمام، وهتطبق الفانكشن، هتطبق الفانكشن دي على الباقي. تمام، فالفلتر الارقام اللي هي بتقبل اسمها التلاتة.